متجاوزين ما قد يطرأ بين دولهم من خلافات أو تباينات في وجهات النظر بشأن بعض القضايا، استجاب وزراء الخارجية العرب للمبادرة المصرية الأردنية بضرورة الاجتماع لمناقشة قضايا الأمن القومي العربي وتطورات القضية الفلسطينية. وفي دور انعقاد غير اعتيادي اتفق الجميع على أن الجامعة العربية هي المظلة التي تعمل الدول العربية من خلالها على الدفاع عن مصالحها المشتركة وعن الأمن القومي العربي، وشددوا على رفض التدخلات الإقليمية والدولية في شؤون الدول العربية، وعلى أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية العرب المركزية. تم الاتفاق على هذا القرار اللي هو استعاد التوافق العربي الكامل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبرضا كامل من الجانب الفلسطيني، خصوصا أن هناك إدارة أمريكية جديدة برد خرج عنها بوادر إيجابية تستوجب أن ننخرط معها نحن أيضا إيجابيا وفق رؤية موحدة. هي قوة دفع عربية مكثفة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة المدعومة بالقرارات الأممية. ولكي تكتمل مواطن القوة كان لابد من تأكيد ضرورة توحيد الصف الفلسطيني برعاية أيضا الشقيقة مصر. التقت فصائل وقوى العمل السياسي الفلسطيني في اجتماع بهدف العمل من أجل إنجاح عملية الانتخابات الفلسطينية القادمة، لما في ذلك من أهمية نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني، وهو ما يعد خطوة رئيسية لتوحيد الصف الفلسطيني وقطع الطريق أمام الحجج التي تجعل من الانقسام الفلسطيني سببا في عدم الانخراط في التفاوض الجاد. الوزراء اتفقوا أيضا على عقد اجتماعات تشاورية ربع سنوية تضاف لدورية الانعقاد الرسمية في خطوة لتعزيز العمل العربي المشترك. بصوت عربي واحد جاء الاجتماع ليجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى أن مبادرة السلام العربية هي الإطار الوحيد الذي يمكن أن يقود لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني. سمير عمر، سكاي نيوز عربية، القاهرة.